مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. من مليح رئيس تاعنا مليح جالي عند تيجي وزاطيت صحة. زيارة سبون لولاية تيزي وزو كيف قلبت طاولة على حركة الماك والمخزن ومحاولتهم إخفاء وتعتيم على أبرز اللقطات ومحاولة تضليل الجميع بمقاطع مضللة. بداية يعيش كل من فرحة مهني الانفصال ونظام المخزن أزمة ونكسة كبيرة بعد فشل مخططهم الدنيء في ولاية تيزي وزو والتي قلبت طاولة عليهم بتصديها لكل دعوات الهارب فرحة مهني خارج أرض الوطن. فقد عم الصمت على أبواق الفتن بعد نجاح زيارة الرئيس سبون للولاية. لهذا حاولت الماك ونظام المغربي نشر فيديوهات مضللة ادعت حدوث خروقات في زيارة تلك، لكن اتضح زيفها جميعا ولجوءهم حاليا للصمت والصدمة، خاصة وأن حركة الماك بقيادة فرحة مهني كانت دعت كل من يريد الانفصال، بل ووصل الحد لقادة هذه الحركة أن دعوا المواطنين ليعترضوا حتى طريق الرئيس عبد المجيد تبون، وراحوا من الخارج يحاولون تخوين وتخويف كل من يخرج لاستقبال الرئيس ودعوهم حتى للاحتجاج بغلق أبرز الطرق التي يمر منها الرئيس ناهيك عن دعوتهم للهتاف ضده ورميه بالبيض. إلا أن الواقع صدم الحركة الانفصالية المرتمية في حضن فرنسا والمخزن ليتضح الآن جليا الوهم الذي كان يعيشه فرحة مهني والماك الذين ضخمتهم فرنسا والمخزن وحاولوا تصويرهم على مدار سنوات طويلة أن لهم أتباع بمئات الآلاف وسيتصدون للرئيس بون ولكل السلطات. ليتضح الآن الواقع ويتبدد الوهم والزيف الماكسي والمخزني إن لم تشهد الولاية أي احتجاجات ولا أي قطع للطرق وكل المواطنين الذين خرجوا هتفوا للوحدة وتنديد بمخططات الماك والمخزن متهمين الماك بالعمل للدول المعادية وخيانة الوطن منددين أيضا بكل نظام يدعو حركة الماك ومهني الذي يدعي ونددوا أيضا بكل نظام يدعم حركة الماك ومهني الذي يدعي في كل خرجته أنه يتحدث باسم منطقة القبائل وأنه سيقسم الجزائر. فهذه تعد أكبر نكسة في وجه مهني المصدوم لدرجة كبيرة، خاصة وأن المواطنين في ذات الولاية طلبوا من الرئيس بون القبض على فرحة مهني وجلب خونة الوطن الذين يدعون أن الجزائر ستقسم لجلبهم للمحاسبة أمام العدالة، مع العلم أن سكان الولاية قبل أسابيع حاول فرحة مهني اختبار حتى شعبيته في تيزي وزو وكل الولايات التي يدعي أنها تتبعه وتدعمه. دعاهم للخروج بالملايين وتظاهر وإظهار الولاء والدعم له، لكنه وجد نكسة بعدم خروج أي شخص لتظاهر ولا لدعمه لأنه نكيرة فأصلا لا يدعمه أي أحد وكل ما يعيشه مجرد أوهام وتخيلات فقط دفعته نحوها فرنسا ونظام المخزن وكل مخالطاتهم فشلت مع وعي الشعب الجزائري. الملك المغربي يلعب بالنار مع الجزائر وبن كيران يتناقض ويستفز الرئيس بون ومنطقة القبائل تلقن بن كيران ومحمد السادس درسا وتقلب طاولة عليهما. بداية أطل مجددا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية الأسبق عبد الإله بن كيران ليهاجم الجزائر لأسباب وأكاذيب كثيرة أصبح معروف سببها ومن يقف وراءها ولماذا، لكن هذه المرة مختلفة أكثر لأنه أطل مدعيا صدق نواياه للجزائر والتهدئة، لكن كل كلامه في الواقع كان ملغما وفيه تناقضات وإشارات واضحة حتى بخصوص منطقة القبائل ليستفز الجزائريين التي يحاول تصويرها أنها منطقة قابلة للاشتعال في أي وقت، ورغم تلونه وحديثه عمدا عن القضية في هذا التوقيت بالذات هو أصلا مجرد بيدق لمحمد سادس للتلويح باستعمال هذه الورقة التي يتوهم أنها شوكة، في حين كل منطقة القبائل وطنيون وضد التفرقة ويسخرون حتى من محاولة المخزن التحدث باسمهم وتصوير أن هناك انفصال وفي أرض الواقع واقع آخر بعيد تماما عن هرطقة المخزن، كما انتفض الآلاف من سكان المنطقة مطالبين بمعاقبة النظام المغربي ووضع حد أيضا للمندوب المغربي والنظام المغربي ككل الذي يحاول الحديث باسم المنطقة ويدعم من يطالب كل سكان الجزائريين بالقبض عليه أي فرحة مهني، وستظل منطقة القبائل شوكة في حلق النظام المغربي إذا لم يستطيع استغلالها مهما فعل والردع متواصل. ويلعب محمد السادس بالنار مع تعمدهم دعم فرحة مهني واستضافته في المغرب، فيحاول المخزن المدراء والتغطية على أزمته وقضية الصحراء الغربية بقضية أصلا لا وجود لها وهي الانفصال ودعم فرحة مهني. بن كيران المتناقض تعمد فتح خطابه بالحديث عن القبائل وحاول حتى تبرئة ملكه محمد السادس المضبع، أين قال أن بلاده ضد أي حدث يهاجم الجزائر وخاصة من يحاولون لعب على ورقة استقلال منطقة القبائل لمهاجمة البلد الجار، محاولا تبرئة ملكه محمد السادس رغم وجود أدلة على دعمه لفرحة مهني
ويستضيف المغرب ممثليه في أكثر من مرة، حتى في الأمم المتحدة راح مندوب المغرب عمر هلال ليحاول دعم التضخيم المهني، محاولا استفزاز الجزائر ويلوح بدعم الحركة الانفصالية، وكأنه سيحرك ولو شعرة واحدة في الجزائر لو دعم نمط. بن كيران زاعما بالباطل أن الرباط ساهمت في استقلال الجزائر، وهذه حقيقة لم يؤكدها التاريخ، وإن كان بن كيران مؤمنا حقا أن المغرب ساندت الشعب الجزائري خلال الاحتلال الفرنسي، فليعيد قراءة التاريخ في عهد السلطان عبد الرحمن بن هاشم، إذ يعمل المخزن كل ما بتوسعه لإسقاط الجزائر بتعاونته مع جهاز دولي ودعمه لحركة الماك ورشاد وغير ذلك من المؤامرات التي يدعي بن كيران أنه لا يعرفها رغم وجودها في أرض الواقع، محاولا تلميع محمد السادس ضد الرئيس بون بأي طريقة كانت، مبرئا بلاده وملكه من التآمر عليها ومؤكدا أن لديه معلومات من الملك محمد السادس أنه لن يفعل أي شيء فيه سوء اتجاه الجزائر، وكأنه نسي أنه جزء من النظام المغربي الذي يهاجم الجزائر ليل نهار. فالأخير يحمل كل شيء للجزائر ولم يقدم في الجهة الأخرى أي انتقادات للملك المغربي، مليح رئيس تاعنا وأضاف مليح بعبارة جالي مسمومة وكأنه يحمل الجزائر مسؤولية الأزمة مع المغرب، عندما قال لا يمكن للجزائر أن تحل مشاكلها من خلال صراع مع المغرب، ليستدرك بخفض كما لن تكون هناك هيمنة مغربية على الجزائر أو هيمنة جزائرية على المغرب، لأننا عمليا بين مسارين، إما الصراع المستمر منذ عقود أو التعاون والتفاهم والمحبة. وفي حيثية الرسالة الموجهة للجزائريين، بدأ بن كيران وكأنه في مهمة غير رسمية من ملكه لاستملات الجزائريين وتلطيف الأجواء المشحونة، غير أنه أبان عن نفاق وتناقض كبيرين. وطبعا الشعبين الجزائري والمغربي من يريد تقريبهما لا يجب أن يستعمل النفاق، وأكيد أنهما شقيقان والجوار والدين والأخوة تجمع هذين الشعبين، لكن هذه التصرفات من النظام المغربي هي التي تؤجج الأزمة، ويتعمد المخزن شحن الشعب المغربي وتكرههم من كل ما هو جزائري ويتعمد إلهاءهم ببعبع الجزائر. لكن لحسن الحظ فئة كبيرة من المغاربة بدأت تستفيق وتنتفض وتتفطن لكي المخزن هو المشكلة. الجزائر ترد بالتقيل على القجع، وهكذا كان القرار بإلغاء الاعتراف ووضع صفة جديدة للمغرب بعد تسبب محمد السادس في انسحاب الرياضيين والمصارعين الجزائريين وضربة قوية للتأديب. بداية الجزائر حسب صحف محلية تغير اعترافها بالمغرب كليا وتعطي لها طابعا وصفة جديدة ولتعاملهم ككيان مع أول استعمار مقبل أيضا للخريطة من طرف القجع للجزائر، وتعطي صفة جديدة ولتعاملهم ككيان مع أي استعمار آخر لنفس الخريطة، حيث يتصدر المشهد استفزازات النظام المغربي والقجع للجزائر، وكل الرياضيين والأندية والمنتخبات الجزائرية وأخيرهم حوالي 10 مصارعين انسحبوا كما ذكرنا بالأمس بسبب الخارطة الوهمية التي بات المخزن يستعملها عن عمد في أي مواجهة ومنافسات تجمعه بالجزائر حتى ينسحب الطرف الجزائري، ما يعني أنها باتت مقصودة، ويبدو أن الملك المغربي والقجع يسيران لتعميم وضع تلك الخريطة عن عمد في كل مواجهة أمام الجزائريين، وهي خطوة توجب رد صارم من الجزائر للردع ووقف المخزن عند حده، خاصة وأن الأقجع وشد فيها من جهة استفزاز للجزائر ومن جهة يتسبب في إقصاء أي نادي ومنتخبات ورياضيين جزائريين.